السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام بكل خير، أهلا بكم إلى حلقة خاصة مع الحدث نناقش فيها الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد يحفظه الله إلى جمهورية مصر والتي اختتمت قبل قليل. سنناقش عددا من الملفات السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية والتي تضمنتها هذه الزيارة، كذلك سنتحدث عن أهمية الزيارة المرتقبة والتي سيبدأها سموه إلى المملكة المتحدة. يسعدني في هذه الحلقة أن أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، الدكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا هلال، حياك الله. كذلك أرحب بضيفي الأستاذ إبراهيم الهندي الخبير والمحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، أرحب فيك، أرحب في الدكتور أستاذ المحلل. حياك الله. من القاهرة أيضا معنا عبر الأقمار الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام المتخصص في الشؤون العربية. أهلا وسهلا بك أستاذ العزب. أهلا بك. أبدأ معك دكتور عبد الله، يعني تابعنا خلال هذه الزيارة التي استمرت 3 أيام واختتمت اليوم الكثير من الأنشطة والاتفاقيات التي وقعت بين البلدين، تابعنا هذا الترحيب الذي جاء على الصعيدين الشعبي والرسمي بهذه الزيارة التاريخية، أنت كيف تابعتها وقرأتها في إطار تعميق العلاقات بين البلدين، هذه العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إلى أين ستدفعها هذه الزيارة؟ أنا طبعا في اعتقادي أنه 9 عقود الماضية لم تزد العلاقة السعودية المصرية إلا ثباتا ورسوخا، كما أن هذه المرحلة الحالية ظروف المرحلة الراهنة أيضا فرضت عليها قوة وتلاحما. زيارة سمو الأمير محمد أثبتت مرة أخرى أنه العلاقات السعودية كالمحطة الأولى له بعد توليه ولاية العهد، أثبتت أن العلاقات السعودية المصرية ليست علاقات دبلوماسية بل هي علاقات استراتيجية. اليوم المملكة العربية السعودية ومصر يقع عليهم العبء الأكبر في احتواء أزمات المنطقة وتطويقها وإخراجها من عنق الزجاجة. التعاون اليوم أكثر من سياسي واقتصادي وأمني، لا شك أنه سينعكس على المنطقة برمتها. أعتقد واليوم لما ننظر لهذه الزيارة لا ننظر أنها فقط هي بحاجة شعبية أو قبول رسمي، بل هناك أيضا قبول عربي بشكل عام، لأنه اليوم العرب بشتى أطيافهم وأماكنهم يتطلعون إلى هذه الزيارة لنتائجها ستنعكس عليهم. الملف الفلسطيني ينتظر هذه الزيارة ومتى تمخض عنهم النتائج. ما يحدث اليوم في سوريا أيضا هو بحاجة إلى هذه الزيارة وما ستتمخض عنه أيضا من نتائج، حتى ما سيتبعها من زيارة سمو الأمير محمد إلى عواصم صناعة القرار العالمي. الأزمة اليمنية أيضا، إذن الإرهاب أيضا، التدخل الإيراني في المنطقة، ثم الملف الاقتصادي والاستثماري. كل هذه الملفات 5 أو 6 هي ستكون نتاج مثمر وإيجابي لهذه الزيارة. نعم، سمو الأمير محمد بن سلمان تحدث في بعض اللقاءات هناك بأن مصر بدأت تنهض، وهذا مما بالتأكيد سيؤدي إلى الدفع بكثير من القضايا في المنطقة عندما تكون مصر في عافيتها، والمملكة العربية السعودية كقائدة في العالم العربي بالتأكيد هناك حلحلة لكثير من القضايا الموجودة. أنا لا شك أن اليوم يعول عليهم كثير، فهما قطب الرحى وهما اليوم الدعامتان والضامنتان، هذه الكلمة مهمة، هما الضامنتان لأمن واستقرار العرب في كل مكان. اليوم قلب بصرك شمالا ويمينا تجد اليوم العالم العربي في حالة من الضعف والهوان والتمزق والفتن بأسباب كثيرة. تجد اليوم المملكة العربية السعودية ومصر هما اليوم بلدان متعافيان، فاليوم من منطلق كونهما دولتان عربيتان ومسلمتان أيضا تقع عليهم العبء الأكبر اليوم في الحفاظ على هذا الأمن في حلحلة الكثير من القضايا العربية والأزمات، في إيجاد تسويات لها. الأزمة التي اليوم لا يمكن أنها تتحلحل، أنا أعتقد في أنه سمو الأمير محمد سيتم تجزئتها إلى مراحل ثم البدء بحلها على مراحل معينة. وجود مصر مع المملكة العربية السعودية كفيل بحل الكثير من المشكلات التي تعتري العالم العربي، الخروج فيه من عنق الزجاجة. ما يزال على عالمنا العربي اليوم ممزق إلى حد كبير، عندما تجد في إيران
وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن تجد القاسم المشترك هو عدو غير عربي، هو تدخل عربي. إذن اليوم هناك عدو يستهدف الأمن القومي العربي، وهي دولة وهي نظام الملالي. إذن لابد من التضامن والوقوف في وجهها. نعم. أيضا أستاذ إبراهيم، وبحكم تخصصك في الجانب الاقتصادي، هذه الزيارة شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات. كان هناك توقيع يعني مجموعة من الاتفاقيات المعنية بإنعاش الاقتصاد وحماية البيئة وتطوير المناطق السياحية، تقريبا أكثر من 50 منتجع، عدد من الواجهات البحرية، والأهم من ذلك الصندوق المشترك بين البلدين، والذي يعني أتى بأرقام كبيرة جدا، أكثر من 10 مليارات. هذه الاتفاقيات بالتأكيد ستنعش الاقتصاد المصري وستنعكس أيضا على الاقتصاد السعودي. أولا مساك الله بالخير، مساكم الله بالخير السادة المشاهدين والدكتور أيضا. بالنسبة للوضع الاقتصادي والاتفاقيات الموقعة ما بين المملكة العربية السعودية ومصر خلال زيارة سيدي ولي العهد لمصر، هي من أهم الزيارات في المرحلة الحالية من الجانب الاقتصادي. نحن نعلم أنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن عن مدينة نيوم في شمال المملكة العربية السعودية. مدينة نيوم لها 3 حدود في دول مختلفة، مصر والأردن والسعودية. لابد أن نقوم على حماية استثماراتنا من أي طارئ ممكن أن يكون خلال الفترة القادمة. فقام الأمير محمد بن سلمان بالاتفاق مع مصر على إنشاء جنوب سيناء، إنشاء مدن ومنتجعات استراتيجية حيوية جدا تخدم مشروعنا القادم في نيوم، أيضا وتوقيع اتفاقيات اقتصادية بشكل قوي جدا تخدم هذه المنطقة تحديدا من مصر، لأنها هي ما يهدف إليه ولي العهد السعودي من زيارة الملك سلمان سابقا لمصر وتوقيع الاتفاقيات، وأيضا الزيارة الحالية بتوقيع الاتفاقيات في هذه المنطقة أيضا جنوب سيناء تحديدا. أضف إليها الصندوق الاستثماري المشترك ب 16 مليار دولار ما بين مصر والسعودية. كل الجوانب الاقتصادية هذه تعزز من أمن مصر الاقتصادي بشكل قوي جدا، يجعل المملكة العربية السعودية حليف استراتيجي، ويضاعف من الاستثمارات السعودية في مصر بشكل تدريجي، أيضا يجعل الحليف الاقتصادي المصري للسعودية ذو كفاءة عالية وأداء عالي خلال الفترة القادمة، لأنه نحن نشهد داخل المملكة العربية السعودية تطور سريع جدا يشهد فيه العالم وأباطرة العالم في الاقتصاد يلاحظون هذا الشيء ويثنون على هذا الشيء. طيب، سوف يتم تغيير جذري وكبير في مصر. أنا سأعود إليك في هذا الموضوع بالتحديد في الصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين، ولكن دعني أن أعود إلى الملف السياسي مع ضيفي من القاهرة الأستاذ العزب الطيب الطاهر، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. أستاذ العزب، طبعا هذه الزيارة هي الأولى لسمو ولي العهد منذ تولي هذا المنصب، وتكون المحطة الأولى هي جمهورية مصر العربية، فهذا دليل على الأهمية السياسية والاقتصادية والتاريخية لجمهورية مصر بالنسبة للمملكة العربية السعودية. أنت بالتأكيد كنت قريب من هذه النشاطات، أنشطة الزيارة والملفات التي تناولتها، كيف رأيت أهميتها وكيف ستنعكس على العلاقات بين البلدين؟ دعني أشير في البداية إلى مجموعة من الملاحظات الرئيسية في هذه الزيارة. أولا، من حيث الشكل، الزيارة كما ذكرت تشكل المحطة الأولى لأول جولة خارجية لسمو الأمير بعد توليه منصب ولاية العهد، وكان بذلك يريد أن يبعث برسالة للإقليم وللرأي العام في البلدين وأيضا للعالم أن مصر تحظى بمكانة عالية جدا ورفيعة المستوى لدى القيادة السعودية، وأن المرحلة الحالية الراهنة والمقبلة ستشهد المزيد من تفعيل التعاون الاستراتيجي بين البلدين. الجانب الثاني فيما يتعلق بالشكل، أن رئيس عبد الفتاح السيسي ذهب بنفسه إلى مطار القاهرة ليستقبل الأمير محمد بن سلمان
في كسر للمألوف البروتوكولي. في العادة رئيس الدولة يستقبل رئيس دولة، ولكن الرئيس السيسي تجاوز هذه المرحلة لأنه يدرك أهمية الأمير محمد بن سلمان في ترتيب السلطة في المملكة العربية السعودية، وأيضا يبعث برسالة إيجابية للعلاقات المصرية السعودية. هذان الجانبان الشكليان قد يراهما البعض لا تأثير لهما، لكن في تقديري لهما دلالات بالغة الأهمية في عملية تفعيل العلاقات. أما فيما يتعلق بالملفات الاستراتيجية الكبرى التي نوقشت في هذه الزيارة فهي متعددة، وأنا أستطيع أن أقول وأتفق تماما مع ما ذكره اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش من أن هذه الزيارة التاريخية وطبق لوصفه تشكل بداية بناء عربي ورؤية عربية قوية وفاعلة للتعاطي بفاعلية وجرأة وقدرة على حسم المشكلات والأزمات المشتعلة في المنطقة. وكما يعني المعروف استراتيجيا أن كل من مصر والسعودية هما رمانة الميزان في النظام الإقليمي العربي، وبدونهما لا يمكن أن ينشأ أي وضع في هذا النظام سواء إيجابا أو سلبا. وبالتالي هذه الزيارة في ضوء المعطيات المحيطة بها ومن أبرزها أن السعودية تستعد لاستضافة القمة العربية 29 نهاية الشهر الحالي، وغدا سيرأس الوزير عادل الجبير اجتماع وزراء الخارجية العرب للإعداد لهذه القمة. أستطيع أن أقول أنه في ضوء هذه المعطيات، ومصر أيضا كما نعلم هي محور مرتكز رئيسي في هذا النظام، وبالتالي البلدان يعدان تماما للملفات المطروحة على هذه القمة حتى تخرج بنتائج وقرارات نعم. طيب. عملية قادرة على التفاعل مع الأخطار المحدقة بين أمة العربية. بالفعل. طيب أستاذ العزب، أنا سأعيد عليك طرح نفس السؤال الذي طرحت على ضيفي هنا الدكتور عبدالله العساف فيما يخص الدور الريادي لجمهورية مصر والمملكة العربية السعودية في مواجهة الكثير من القضايا التي تهم المنطقة العربية. أشار سمو ولي العهد إلى أن مصر بدأت تنهض من جديد، وهذا كان مصدر سعادة لسموه لأهمية الدور الذي تقوم به مصر مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه القضايا. هل بالفعل بعد أن شهدت مصر خلال الفترة الماضية بعض الظروف السياسية والاقتصادية التي حدت من دورها قليلا في المنطقة، هل ستنعكس هذه الزيارة مستقبلا على تحالف واتحاد بين البلدين سياسيا فيما يتعلق بقضايا خارجية غير العلاقات المشتركة بين البلدين؟ بالتأكيد. ولاحظ أن سمو الأمير قال في لقائه مع كبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف المصرية في اللقاء الذي عقد بمنزل الوزير قطان الآن أحمد عبد العزيز قطان بعد أن كان سفيرا للمملكة في القاهرة، قال بوضوح أنه عندما تنهض مصر تنهض المنطقة، وهو أبدى ارتياحه لما جرى من تحولات إيجابية في مصر سواء سياسيا أو بالذات اقتصاديا في خلال السنوات الماضية، وهو ما جعلها الآن يعني تحقق معدلات نمو مرتفعة. هذا التحول في مصر والذي يعني حتى نكون منصفين لعبت المملكة العربية السعودية بالذات في ثورة 30 يونيو دورا بالغ الإيجابية في البيان الذي أصدره الملك الراحل عبد الله بن عزيز مساندا للقيادة المصرية في ذلك الوقت وللثورة المصرية في ذلك الوقت، وكان له تأثير واضح في تحويل المواقف الأوروبية وغيرها تجاه الثورة. من هنا سوف تكمل البلدان، يتكامل البلدان بكل ما لديهما من مقومات اقتصادية وإرادة سياسية، وأنا هنا أشدد على الإرادة السياسية لبناء أنا ما أسميه شراكة استراتيجية في المنطقة يكون بمقدورها أن تقدم رؤية واضحة المعالم والقسمات للتعامل مع الأزمات المرتبة في المنطقة، وهذه رؤية ستكون واضحة تماما خلال القمة سترأسها المملكة العربية السعودية في نهاية هذا الشهر. هناك توافق من خلال ما جرى من مباحثات مع رئيس عبد الفتاح السيسي ومع رئيس الوزراء المصري اليوم شريف إسماعيل على أهمية بناء تفاهم مشترك للقضايا الإقليمية، وهذا التفاهم
بدت ملامحه تتجلى في أن البلدين لديهما قناعة أولا بالمحافظة على الدولة الوطنية في النظام الإقليمي العربي، والمحافظة على الدول التي تتعرض لأزمات ومؤسساتها وهياكلها، والمحافظة وذلك هو المهم على وحدتها وسيادتها واستقلالها. وهذا الطرح قد يبدو خطابيا، لكنه في حقيقة الأمر يوجه رسائل مهمة للأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في إشعال هذه الأزمات بأن البلدين مصر والسعودية لن تترك هذه البلدان. وقد رأينا مقاربات مصرية سعودية مشتركة في التعامل مع الأزمة السورية وليبيا والعراق واليمن ولبنان. طيب واضح سيد العازب، وكان لها مرتبط إيجابي. طيب دكتور عبد الله، كان الملف مكافحة الإرهاب ومساندة المملكة العربية السعودية والتي لها دور رائد وكبير في محاربة الإرهاب وأصبحت رائدة في هذا المجال، ولدينا الخبرات المتعددة في مكافحة الإرهاب، تحدث سمو ولي العهد عن استعداد المملكة العربية السعودية للوقوف مع مصر وهي تقف دائما معها في مكافحة الإرهاب. هذا الملف الذي تمت مناقشته في لقاء سموه مع الرئيس المصري وكذلك مع رئيس الوزراء، كيف سيكون مستقبلا بعد هذه الزيارة؟ طبعا اليوم إذا ننظر إلى المملكة العربية السعودية مثل ما حضرتك تفضلت، هي دائما تقف في الخط الأمامي لمواجهة الإرهاب، وهذا طبعا بشهادات عالمية. اليوم المملكة العربية السعودية وقفت مع مصر، اليوم العراق تطهر من أو كاد أن يتطهر إلى حد كبير من التنظيمات الإرهابية. التنظيمات الإرهابية بحثت لها عن محاضن أخرى، بحثت لها موجودة في ليبيا، موجودة اليوم في سيناء. لا ننسى، ربما نتحدث في هذه الزيارة عن أشياء كثيرة، لكننا ننسى مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في تطوير سيناء. عندما تطور هذه المنطقة توجد فيها مدارس وجامعات وبنى تحتية، أعتقد أيضا مرة أخرى بأن هذا جانب من مساعدة المملكة العربية السعودية في القضاء على الإرهاب، بتحويل هذه البيئة الصحراوية إلى بيئة سياحية، بيئة جاذبة يسكنها الناس، يحاولون اليوم إعادة تأهيلها وإعادة طرد التنظيمات الإرهابية. لا شك اليوم التنظيمات الإرهابية تستهدف مصر بشكل كبير، واتخذت من سيناء قاعدة لها لتهريب السلاح والانطلاق منها. وجود المملكة العربية السعودية مع مصر في هذا الجانب سيغلق هذا الملف، ستتطهر مصر إلى حد كبير، بل ربما إلى النهاية بإذن الله من العناصر الإرهابية، ستقضي عليها للمملكة العربية السعودية خبرة في المجال الأمني وفي الضربات الاستباقية وفي المجال الفكري. فالمملكة العربية السعودية اليوم لم تتعامل القراءة أو تقرأ الإرهاب قراءة شرطية أو بوليسية، بل قراءته في مسارين، قراءة فكرية وقراءة أمنية. وبالتالي هذه الخبرة السعودية ستعضد الجهود المصرية في القضاء على هذا الإرهاب، سينتهي بإذن الله ملف الإرهاب. نعم. طيب أستاذ إبراهيم، نعود إلى الجانب الاقتصادي وهذه الاتفاقيات الكبيرة التي تم توقيعها بين الطرفين خلال هذه الزيارة وصندوق الاستثمارات المشتركة. كيف سيكون شكل هذا الصندوق؟ نعرف الحجم التبادل التجاري الكبير بين المملكة العربية السعودية ومصر. الحجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر هي الأولى عربيا السعودية في استثماراتها في مصر. تعقيبا على كلام الدكتور بالنسبة لمكافحة الإرهاب، الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، كل آخر يدعم الآخر من الناحية هذه. وأكبر دليل أنه تسليط الاستثمارات السعودية في الفترة الحالية على تطوير جزيرة شبه سيناء بشكل كبير جدا، نظرا لأنه من مبدأ مكافحة الإرهاب لابد أن يتم ضخ أموال كبيرة جدا لتطوير هذه المنطقة في مصر، ودفع أموال كبيرة جدا فيها من إنشاء شبكة من الطرق جيدة لخدمة المنتجعات السياحية الموجودة هناك، أيضا إنشاء التجمعات السكانية، 17 تجمع سكاني موجود الآن يتم إنشائها بتكلفة أكثر من 100 مليار دولار، إنشاء جامعة للملك سلمان في شبه جزيرة سيناء. كل هالأمور هذه الاستثمارية تقوم بتطوير المنطقة بشكل مضطرد حتى يتم
اقتلاع الإرهاب بشكل قوي وطرده من هذه المنطقة وجعلها منطقة استثمارية ومنطقة مؤهلة بشكل جيد، لأن التقدم الاقتصادي والنهوض الاقتصادي بالتأكيد يتراجع معه الإرهاب، يتراجع معه كل الفكر الضال، يبعد عن المنطقة التي فيها تطوير اقتصادي، تطوير علمي، تطوير ثقافي. التطوير الاقتصادي والعلمي والثقافي لا يأتي إلا بضخ استثمارات كبيرة جدا، وهذا ما رآه ولي العهد السعودي صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان، رؤية واضحة وثاقبة له أنه لابد أننا نحارب الإرهاب بالاستثمار بشكل جيد، الاستثمار بتطوير البشر في الطريقة الأولى، ثانيا بتطوير البنى التحتية داخل هذه المنطقة التي ممكن أن تعرض المنطقة بشكل عام لخطر الإرهاب، فلا بد أن نطورها وندفع عليها مبالغ طائلة. أنت تتكلم عن 13 تجمع سكاني موجود في شبه جزيرة سيناء سوف يعمل عليها الاستثمار السعودي، تتكلم عن جامعة للملك سلمان، تتكلم عن شبكة طرق كاملة، تتكلم عن تطوير الصرف الصحي وما تكرمون ويكرم السامع ومنصات كاملة للمياه، تطوير لشبكة الكهرباء بشكل واتفاقية الكهرباء بين المملكة ومصر. كل هالأمور هذه تدعم استثماراتنا داخل المملكة وتدعم الاستثماراتنا أيضا في مصر عن طريق شبكة كاملة جسر الملك سلمان ما بين المملكة العربية السعودية ومصر يدعم هذه الاستثمارات أيضا. كلها هذه تصب في الصالح العام، وستكون الأراضي جزء من الاستثمار المصري أو المساهمة المصرية في هذا الصندوق. شيء طبيعي لأن الصندوق مشترك ما بين السعودية ومصر. أستأذنكم ضيوف الكرام، سنذهب إلى فاصل ثم نعود ونواصل حديثنا في هذه الحلقة مع الحدث. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مع الحدث من قناة السعودية، ونحن في هذه الحلقة الخاصة نناقش الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد يحفظه الله إلى جمهورية مصر، والتي اختتمت مساء هذا اليوم. أرحب مرة أخرى بضيوفي، معي هنا في الأستوديو الدكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود، أهلا بك مرة أخرى. كذلك أرحب بالأستاذ إبراهيم الهندي المحلل والخبير الاقتصادي، أهلا بك. ومن القاهرة عبر الأقمار الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون العربية، أهلا بك. وأبدأ من عندك أستاذ العزب عن موضوع هذه وأنشطة هذه الزيارة، كان من أبرزها زيارة سمو ولي العهد إلى الكاتدرائية القبطية في القاهرة، وكان هذا الحوار الذي يدل على التعايش بين المسلمين وكافة الديانات الأخرى والذي جسده سمو ولي العهد من خلال هذه الزيارة، وأكد من خلال وقوف المملكة على مسافة واحدة مع كل الأديان وكل الثقافات. أنت كيف رأيت هذه الزيارة، خصوصا أنها تدعم أيضا ملف الإرهاب، وتحدث وناقش سمو ولي العهد البابا توادروس في هذا الجانب، وقدم له العزاء في ما واجهته الكنيسة من بعض القضايا الإرهابية؟ من المؤكد أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للكنيسة المصرية ولقاءه البابا توادروس رأس هذه الكنيسة يعكس أولا ينسجم مع التحولات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية باتجاه الآخر، أيا كان هذا الآخر، سواء في المملكة العربية السعودية أو في خارج المملكة العربية السعودية، في إطار القناعات التي باتت تشكل ملامح مهمة في رؤيته أن الآخر سواء دينا أو مذهبا أو حضارة أو فئة أو عرقا يجب التعامل معه باحترام ووفق ما يحقق مصالح جميع أطراف. وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي رفيع المستوى يزور الكاتدرائية المصرية ويلتقي برأس الكنيسة المصرية.
ربما التقى الملك سلمان ب يعني زار البابا عندما بابا التادوس زار البابا زار الملك سلمان في مقر إقامته، ولكن انتقل الأمير محمد بن سلمان إلى مقر البابوية، فذلك أيضا يعكس هذه القناعات التي تحدث عنها، وأيضا يبعث برسالة بكل مكوناته وبالذات المكونات الدينية وهم المسلمين والمسيحيون، أن المملكة العربية السعودية كما ذكرت على مسافة واحدة، وتدعم مصر سواء بمكونها الإسلامي أو مكونها المسيحي، فضلا عن أن ذلك يبث نوعا من الاطمئنان أن المملكة العربية السعودية التي تضم الحرمين الشريفين طيب واضح استاذ العزب بهذا الثقل الى مقر الكنيسه، فذلك يمثل تحولا مهما. نعم طيب دكتور عبد الله، يعني هذه الزياره للكنيسه المصريه و راينا رده الفعل من يعني قاده هذه الكنيسه من البابا تودروس والبابويه هناك، وحديثهم عن كيف أن المملكة العربية السعودية دور كبير في دعم مصر، دعم الشعب المصري بكافة أطيافه. حقيقة أنا أعتقد أنها أثلجت صدور الجميع، بعثت برسالة عامة عن الإسلام، ربما البعض حاول تضييق المفاهيم الإسلامية بشكل كبير جدا وجعلها تسير في مسار ضيق. اليوم الأمير محمد مارس كما كان يدعو إليه، وهو عودتنا إلى الإسلام الصحيح. الإسلام دين متسامح، دين متعايش، دين يتقبل الجميع. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبايع وتعامل مع اليهود ومع النصارى، مع جميع الفئات الموجودة كانت في مكة وفي المدينة. اليوم نحن بحاجة أيضا إلى إعطاء صورة جميلة جدا عن ديننا. اليوم هناك من شوه هذه الصورة، أعتقد اليوم الأمير محمد قام بعمل جليل وخدمة للإسلام والمسلمين بشتى مناطق الأرض. اليوم يجب أن يسلط على هذه الزيارة الإعلام، اليوم يجب أن تنقل إلى الإعلام الغربي، أن تنقل إلى الغربيين، هذا هو الإسلام الصحيح، التعايش مع الجميع، قبول الآخر، التسامح، رسالة السلام، نقل التعازي لما أصابهم خلال الفترة الماضية. نعم هذا هو ديننا، دين الإسلام، دين التعايش، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولا يجبنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ديننا جميل جدا، لكن هناك من ضيق علينا هذه الدين، ضيق هذه المساحات، هناك مساحة واسعة جدا علينا اليوم أن نمارس ونعمل وفق هذه المبادئ الإسلامية السمحة. اليوم واجبنا أن نطهر وننقي الإسلام مما ألحق فيه من شوائب هي ليست من أصل الإسلام، ما فعل اليوم الأمير محمد ندعو له بالخير. ولاحظنا كيف كانت ردة الفعل الجميلة، لا شك عبر عنها البابوات وجميع من هم في المراتب الدينية في الكنيسة وفي مجلس الشورى المصري أو البرلمان المصري، عبروا بغبطة وسرور كون الأمير محمد مسؤول سعودي كبير جدا وهو الرجل الثاني في البلد يزور الكنيسة القبطية، يجلس مع البابا يتحدث. إذن هنا رسالة الإسلام هي هذه التي طبقت أيضا دكتور السماحة وتعايش صحيح مع الآخر. نعرف أن الأزهر في القاهرة يقوم بدور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين، كما هي المملكة العربية السعودية بخدمتها للحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي. كان هناك أيضا ضمن أنشطة الزيارة زيارة لجامع الأزهر وتفقد الجامع والالتقاء بالإمام الأكبر هناك في الجامع، ويعني حديث عن دور الأزهر في خدمة المسلمين وكيف أن المملكة العربية السعودية ومصر تعتبران قائدتان رائدتان في العالم الإسلامي. إذا سمحت لي، الأزهر تحديدا المملكة العربية السعودية عاملته معاملة خاصة منذ 3 سنوات. المملكة العربية السعودية قامت وبدعم وإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على إعادة ترميم الأزهر مع الحفاظ على هويته التاريخية. الأزهر عمره أكثر من 1000 سنة. الأزهر قدمت له اليوم أنظمة إضاءة وأنظمة إطفاء وأنظمة صوتية وجميع الخدمات التي في البنى التحتية مع الفرش مع جميع كل ما يحتاجه الأزهر الشريف. اليوم المملكة العربية السعودية قدمت له هذه الخدمات. اليوم الأمير محمد أشرف الله يحفظه على هذه افتتاح المرحلة الأولى، كما قدمت أيضا لمشيخة الأزهر وبناء مساكن في مدينة نصر وبناء وتوسيع عدد من المباني. إذن المملكة العربية السعودية
من منطلق خدمتها وريادتها للإسلام قدمت خدمات جليلة اليوم للأزهر بنفس المواصفات بالمناسبة التي قدمت للحرم المكي، هي نفس المواصفات التي قدمت للأزهر، لكن نعم مع الحفاظ على هويتها التاريخية. نعم. طيب أستاذ إبراهيم، يعني لو تحدثنا عن هذه الملفات الاقتصادية فهي بالتأكيد ملفات كثيرة جدا. نعرف النهوض الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية الآن في شتى المجالات، مشروع البحر الأحمر، مشروع الحلم نيوم. طبعا في هذه الزيارة كما ذكرنا كان هناك العديد من الاتفاقيات. هل فقط جميع هذه الاتفاقيات كانت منحصرة في مشروع البحر الأحمر وفي نيوم، أم أن هناك اتفاقيات استراتيجية أخرى بين البلدين؟ أولا ليست هي اتفاقيات فقط في البحر الأحمر ونيوم، هي اتفاقية لإنشاء صندوق في الأصل والرئيسي، هي اتفاقية لإنشاء صندوق مشترك، استثمارات مشترك بقيمة 16 مليار دولار يخدم الاستثمارات السعودية المصرية بكافة مناحيها وكافة أنواعها، من ضمنها البحر الأحمر ونيوم وأيضا شبه جزيرة سيناء وبقية المشاريع، من ضمنها مشروع التعاون السعودي المصري لتحفيز الاستثمار السعودي في مصر وتحفيز الاستثمار المصري في السعودية وإنشاء مذكرة تفاهم، أيضا في العمل على إنشاء مشاريع داخل مصر تخدم الاستثمار المصري على مدى طويل، من ضمنها المشاريع البيئية والحفاظ على البيئة، مشاريع المياه والصرف الصحي، مشاريع الكهرباء وتطوير والكهرباء المشتركة ما بين السعودية ومصر. كل هالأمور والوضع الحاصل في مصر يدعم تطوير الاقتصاد في مصر، مما يجعل مصر أكثر استقرارا، أكثر أمنا، أكثر. نحن نعلم أن مصر لديها ثروة في الأيدي العاملة، شيء طبيعي، ونعرف الأعداد الكبيرة من العاملين المصريين في المملكة العربية السعودية. هذه الاتفاقيات أيضا ربما تخدم حتى الأيدي العاملة داخل مصر، تخدم داخل مصر وتخدمنا نحن أيضا في الدرجة الأولى، لأننا نحن المستثمر الأول عربيا في مصر، فتخدم استثماراتنا، نحن لسنا المستثمر الأخير أو في منتصف القائمة، نحن أول أناس يستثمر في مصر وأكثر ناس استثمروا في مصر، واستثمارات قائمة. نعم. واستثمارات قائمة لا زالت، ونحن الآن نعززها، أيضا نعززها عن طريق وجود اليد العاملة في مصر بشكل كبير جدا، فلا بد أن نعززها ونمكنها بشكل قوي جدا، لأنه هذه الحفاظ على استثماراتنا هو حفاظ على أمن مصر، حفاظ على الأكبر أقطاب الأقطاب العربية سياسيا في القطب العربي وهي مصر بجانب السعودية، حفاظ على كل المناحي الاقتصادية والمكاسب الاقتصادية التي كسبناها خلال الأربع سنوات السابقة بعد الانقلاب وتعديل الأمور في مصر، كل هالأمور هذه تنفعنا اقتصاديا، فلا بد أن نحافظ عليها، قاعدين الآن ندفع عليها الغالي والثمين وندفع اتفاقيات كبيرة جدا ونضع من الحلم ومشروع البحر الأحمر بالقرب من مصر. ليش؟ لأنه هذا دليل على أهمية الاقتصاد المصري بالنسبة للسعودية. نعم. طبعا نعرف أن هذا سينعكس على الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمار في مصر، ماذا عن القطاع الخاص المصري واستثماره في المملكة العربية السعودية؟ هل شملت هذه الاتفاقيات؟ شيء طبيعي. أول ثاني اتفاقية موجودة في الاتفاقية السعودية المصرية اتفاقية التعاون المشترك ما بين السعودية ومفاهمة المذكرة التفاهم ما بين السعودية ومصر لعملية التسريع في عملية الاستثمارات السعودية المصرية والاستثمارات المصرية في السعودية وتسهيل أمورها بشكل قوي جدا، مما يجعل المستثمر المصري يرى أن السوق السعودي أحد الأسواق المهمة بشكل كبير جدا للتصدير للسوق السعودي بعد ما يتم الإنتاج والاستثمار في مصر والانتهاء من الإنتاج في مصر، يتم التصدير للسوق السعودي لأنه من أهم الأسواق، لأنه السعودية تمر بمرحلة مخاض قوية جدا، سوف تنطلق بعدها انطلاقة لا حدود لها كما قال الأمير محمد بن سلمان، انطلاقة كبيرة جدا ونحن نشهدها الآن، كل العالم يضع أعينه علينا لأنهم يعلمون جيدا أننا سوف ننطلق
باقتصادنا بعد الإصلاحات وبعد التعديل وبعد إبعاد الفساد بشكل قوي جدا وتنظيف البنية التحتية في السعودية سوف ننطلق انطلاقة قوية جدا. نعم. كل طيب. العالم ينظر لنا بهذا المنظور ومن ضمنها مصر. طيب دكتور عبد الله، كان من ضمن أنشطة الزيارة هذه الشفافية التي تعودناها من سمو ولي العهد في لقاءاته الإعلامية المختلفة. عندما يتحدث سموه فهو يبهر الجميع، عندما يتحدث فهو تحتاج كإعلامي أن تفتح العديد من الملفات وتناقشها لأوقات طويلة. كان في لقاء بعدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين، ونعرف الإعلاميين المصريين وخبراتهم في استثمار أي لقاء مع مسؤول وكيف أنهم ممكن يبحثون عن الكثير من المعلومات ويفتحون الكثير من الملفات، فكانت هناك شفافية هي عنوان هذا اللقاء. ما الذي لفت نظرك من خلال الأسئلة التي طرحت وأيضا الإجابات التي كانت من سمو ولي العهد؟ طبعا نعتقد أنه كان لقاء مهم جدا، وكان فيها الأمير محمد كعادته صريح وشفاف، والأهم أيضا أنه كان حاضر المعلومة، كان مقنع، كانت إجاباته حاضرة، كانت لديه رؤية كما هي عهدناها هنا في المملكة العربية السعودية، رؤيته التي كنا نسمعها هنا نقلها إلى الإخوان في الجانب المصري. أيضا الإخوان في الجانب المصري والإعلاميين كانوا يبحثون ويحاولون التبحر في عدد من القضايا، لم يخفي شيء سمو الأمير محمد، تحدث عن جميع القضايا سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية بكل صراحة وبكل شفافية. ولذلك لما تحدث وسئل عن قضية قطر تحدث بأنها قضية صغيرة جدا جدا، موظف صغير في وزارة الخارجية يستطيع أنه فعلا يتولى هذا الملف، وهو من يتولى هذا الملف. لم يكن مكابرا ولم يكن مجانبا للحقيقة، أعطاهم الإجابة الصحيحة الصادقة في قضية قطر. قال نحن التفتنا اليوم إلى ما يهمنا، وهذه الدول الرباعية بالمناسبة التفتت إلى أولوياتها، وكان هو واضح أن هذه قضية قطر لا تشغل بال الدول الرباعية، بل التفتنا إلى أولوياتنا. ضرب مثلا بأمريكا وكوبا، دولة عظيمة جدا بجوارها دولة صغيرة جدا أشغلتها كثيرا، وكيف أن قطعت مع العلاقات عام 1900. التفتنا إلى أولوياتنا، لدينا مشاريع طموحة، لدينا مشروع الحلم العظيم النيوم، لدينا رؤية 2030، لدينا إصلاحاتنا الداخلية، لدينا مكافحة الفساد، لدينا رؤيتنا أيضا مع العالم. وبالتالي كان السمو طيب من ضمن الملفات التي أثيرت في هذا النقاش دور التحالف العربي في اليمن، ونعرف أن مصر داعمة ومشاركة في هذا التحالف، وكان هناك حديث لسموه مع الإعلاميين في هذا الجانب، وأن موضوع اليمن أو الملف اليمني قارب على الانتهاء، وتحققت أهداف التحالف العربي هناك في استعادة الشرعية أو قاربت على التحقيق. نعم، أنا أعتقد أنه هذا الملف طبعا هو يشغل الصحفيين أو رجال الإعلام في اليمن، لكن الأمير محمد تحدث في أكثر من مناسبة أنه الحسم ممكن جدا ووارد في اليمن، لكن نحن نفسنا طويل، لكن نستطيع اليوم أن نحقق الحسم، لكن بضحايا كبيرة جدا للجانبين، للجانب التحالف ولجانب اليمني من مدنيين وعسكريين. ولذلك اليوم يجب أن يعلم الجميع أن المعوق الوحيد هو الجانب الإنساني، الجانب الإنساني هو المعوق رقم واحد في عملية الحسم. لكن مع ذلك اليوم الحسم، أنا أعتقد أن عاصفة الحزم حققت أكثر من 90% من الإمكانيات، بقي لها أشياء بسيطة جدا. سيتم اليوم التعامل مع القبائل اليمنية والعمل على الأرض للحفاظ على هذه المكتسبات. أعتقد بإذن الله الأشهر القليلة القادمة سنحمل مبشرات جدا لليمن وللمنطقة. وكان هذا واضح في حديث سموه. اسمحوا لي أن ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم من جديد، نحييكم في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة الخاصة من برنامج مع الحدث، ونحن نناقش زيارة سمو ولي العهد التاريخية لجمهورية مصر. مرة أخرى أرحب بضيوفي الدكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي، وكذلك الأستاذ إبراهيم الهندي الخبير والمحلل الاقتصادي، ومن القاهرة الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. أستاذ العزب، طبعا هذه الزيارة اختتمت اليوم بعد أن حققت الكثير من الإنجازات والتي ستنعكس بإذن الله تعالى مستقبلا على هذه العلاقات المتينة بين البلدين المملكة العربية السعودية ومصر. فمن خلال البيان المشترك ومن خلال مجمل هذه الزيارة، أنت كيف ترى أبرز ما جاء فيها؟
أنا أستطيع أن أقول خلال متابعتي للزيارة على مدى الأيام الثلاثة الماضية أن العلاقات المصرية السعودية باتت من القوة بمكان، ووفق لتعبير الأمير محمد بن سبا نفسه أنها أصبحت عصية على التخريب، وهذه كانت عبارة لافتة لي بالفعل إعلامي أن عندما يقول الأمير أن هذه العلاقات عصية التخريب أنه يدرك من منطلق موقعه المهم أن هناك محاولات كثيرة للتأثير على هذه العلاقات سلبا، ولكن ما تمتلكه البلدان وقوة الإرادة السياسية لدى قيادتيهما استطاعت أن توقف أي محاولات سلبية، وبالتالي هذه الزيارة أضفت المزيد من الزخم على هذه العلاقات وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية، وأصبحت من القوة بمكان، بل وستقود النظام الإقليمي العربي في المرحلة المقبلة بإذن الله. نعم. طيب. هذا جانب. صحيح. الجانب الثاني أن هناك تفاهما مصريا سعوديا أصبح واضحا تجاه الأزمات الإقليمية التي تستفحل في هذه المنطقة، وبالتالي توافق الجانبان على بلورة رؤية مشتركة سيقوم بالتأكيد الأمير سلمان بمناقشتها في كل من لندن وباريس، خاصة أن واشنطن تستعد لطرح ما تطلق عليه الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، أو ما يطلق عليه البعض صفقة القرن، ولا بد أن واشنطن تحصل على رؤية الجانبين المصري والسعودي في هذه الخطة حتى يمكن بلورة أو رفضها بعوامل تضعها في خانة الفعل، خاصة في ظل القرار الأمريكي السلبي بالاعتراف بالقدس عاصمة الكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية للقدس خلال شهر مايو المقبل. هذا جانب. الجانب الثالث، هناك مقاربة مصرية سعودية بدت واضحة بالتحديد تجاه الملف السوري للمحافظة على وحدة سوريا واستقلالها، والإسراع بحل سياسي حتى يمكن وقف نزيف الدماء الذي نراه الآن متجليا بقسوة واضحة في الغوطة الشرقية. ومن ثم أنا قناعتي أن الأمير سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي وضع في اعتبارهما خلال المباحثات الشعب السوري والدولة السورية بالدرجة الأولى حتى يتم بلورة حل سياسي. ستكون القمة العربية المقبلة التي سوف ترأسها المملكة العربية السعودية لها دور مهم في هذا الحل، على الرغم من محاولات إبعاد الجانب العربي والتي بدأت في العام 2012 عندما أحيل ملف القضية كله إلى مجلس الأمن. نعم. البعد الثالث أن الوضع في اليمن كما قال الأمير سلمان أصبح على وشك أن يحسم الأمن الشرعي. نعم. تحدثنا طبعا عن هذه النقطة. يتطلب. نعم. تفاعلا عربيا. بالفعل. أنت سبقتني إلى. تفاعلا عربيا. نعم. أستاذ العزب، أنت سبقتني إلى نقطة مهمة يجب أن نتوقف عندها، وهي أن هذه الزيارة طبعا أتت قبل جولة سمو ولي العهد على عدد من الدول الأوروبية التي ستبدأ أولا بزيارة بريطانيا، وهناك أيضا زيارة لاحقة للولايات المتحدة الأمريكية. نعرف أنه من الطبيعي أن يكون بين أي بلد وبلد آخر بعض الاختلافات في رؤيته لقضايا معينة، وهذا شيء طبيعي ولا يمكن أن ينكر أن هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر حول قضايا معينة بين المملكة العربية السعودية ومصر وأي دولة أخرى، وهذا وضع طبيعي. الآن بعد هذه الزيارة، هل تعتقد أن الانسجام بات أكثر في كثير من القضايا التي كان هناك حولها بعض الاختلافات في وجهات النظر؟ أنا قناعتي أن بالفعل بدأ الآن نوع من البلورة رؤية مشتركة، وأقول ليست متطابقة، وأنا أتفق معك أن التطابق بنسبة 100% غير موجود في الفعل البشري سواء على مستوى الدول أو مستوى الأفراد أو المؤسسات، وبالتالي لا يجب أن نحمل بلدين أعبان أكثر فيما يتعلق بوجود تطابق 100%. هناك بالتأكيد تباينات في المنظور لبعض القضايا، كان في الماضي ربما التباين واسع فيما يتعلق بالأزمة السورية، ولكن الآن
التباين أصبح ضيقا للغاية فيما يتعلق بالأزمة السورية. أصبحت هناك مقاربة واضحة تتعامل مع الدولة السورية والشعب السوري بالأساس والمصالح السورية العليا بالأساس. لا يهم الأشخاص، الأشخاص زائلون سواء الآن أو بعد الآن، ولكن ما يهم هو المحافظة على سوريا. وكان ذلك واضحا في الخطاب الذي أو الكلمة ألقاها وكيل وزارة الخارجية السعودي عندما ترأس يوم الأحد الماضي الاجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للجامعة العربية الذي يعد للقمة العربية وسيتم غدا بالجامعة، يعني الاستمرار في الإعداد لهذه القمة. كان واضحا أن السعودية مع الدولة السورية، مع وحدتها، مع وحدة شعبها، ومع استقلالها، ومع المحافظة على مؤسساتها، ولم يذكر شيئا عن الأشخاص، تكلم فقط عن دعم المعارضة المعتدلة. صحيح. والكل يتوافق مع هذا الرأي. نعم. طيب. سواء في مصر، سواء في السعودية، في الإمارات، مختلف الرؤى العربية. ولكن المهم الآن هو أن يلعب العرب جميعا بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر دورا مهما لإيجاد موطئ قدم لهم في الملف السوري، لأن الملف السوري كما نعلم تمسك بمفاصله كل من إيران وتركيا وروسيا إلى جانب أمريكا. ونرى الآن يعني اللعب على المكشوف. اليوم تم يعني في طائرة روسية، طائرة نقل روسية سقطت في قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وعلى متنها 32 شخصا كلهم عسكريون. طيب. قبل ذلك تم اسقاط طائرة روسية. إذن ينبغي ان يكون للعرب مجتمعين موقف افضل مما هو موجود الان. طيب انتقل لك استاذ ابراهيم، في قبل ان نغلق ملف هذه الزيارة التاريخية التي اختتمت اليوم، ونتحدث عن الزيارة المرتقبة للمملكة المتحدة، هذه المشاريع هل تعتقد انها ستنفذ بشكل سريع؟ نعرف أنه كانت يعني مثل هذه المشاريع تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، بعض الاتفاقيات حتى أحيانا تطبيق هذه الاتفاقيات لا يكون صحيح. بشكل المأمول. صحيح. نعرف أن سمو ولي العهد دائما فعله أحيانا يسبق قوله، فهذه صحيح. الاتفاقيات تعتقد صحيح. أنها ستنفذ بشكل أسرع؟ الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت من قبل الجانبين، سمو ولي العهد أعلنها صريحا أن العلاقة أصبحت عصية على التخريب، بمعنى آخر أنه كل وضعنا الاقتصادي في مصر نحن جاهزين لحمايته بشكل قوي جدا خلال المستقبل، سواء نفذت على مراحلها الطبيعية، لم نستعجل فيها، تنفذ على مراحلها الطبيعية لتؤتي أكلها بشكل جيد، فنحن جاهزين للدفاع عنها بكل ما أوتينا من قوة. هذه استثماراتنا وتعاوناتنا مع مصر، من أراد تخريبها لا يفكر أننا سوف نكون لقمة سائغة، بالعكس سوف نكون سيف في حلق من يريد التخريب. وأصبحنا عصيين بشكل قوي جدا الآن بعد تطور العلاقات بشكل قوي جدا، سوف تؤتي ثمارها هذه العلاقات إن شاء الله في القريب العاجل، ولكن من الاستعجال بمكان أن نقول أنه سوف تكون مستعجلة. هي لها خطة موضوعة. نعم. وسوف تنفذ بخططها بكل هدوء، وسوف نحميها بشكل أو طيب بشكل سريع دكتور عبد الله، حتى نتحدث عن أهمية الزيارة التي ستبدأ غدا، يبدأها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا. هذه زيارة تاريخية مهمة جدا ومرتقبة حتى في من الجانب البريطاني، لأنها تحمل الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية. طبعا تعتبر بريطانيا هي واحدة من عواصم صناعة القرار في العالم. أعتقد اليوم وجود الأمير محمد الله يحفظه في بريطانيا أمر مهم جدا لأسباب كثيرة. أولا هناك توافق وتطابق إلى حد كبير أيضا في الرؤى ما بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية. اليوم تتشاركان رؤية مشتركة تجاه إيران وتدخلاتها في المنطقة. أيضا هناك مشاريع تجارية وربما اقتصادية تحدث عنها الأخ إبراهيم. أيضا بريطانيا هي البلد الأقدر في العالم الذي يعرف ولديه خبرات تراكمية في مشكلات وتعقيدات وتركيبات منطقتنا العربية، خصوصا القضية الفلسطينية. لديهم باع طويل فيها. الأمير محمد الله يحفظه لديه ملف القضية الفلسطينية وهو الحاضر الأول على سلم الأولويات، يبحث له عن حل
القضية السلام أو عملية السلام هي تحتضر اليوم نتيجة القرار الأمريكي خلال الشهرين القادمين. أعتقد الأمير محمد لديه من القدرة، لديه من الأمان، لديه من الطموح، لديه من القدرة لإقناع الطرف الآخر لإعادة لإعادة عملية السلام مرة أخرى إلى مجراها والحفاظ على الحق الفلسطيني. أستاذ إبراهيم، اقتصاديا بشكل سريع حتى ننتقل للأستاذ العزب. اقتصاديا نحن نعلم أننا على مشارف طرح أرامكو للاكتتاب. كل قوى العالم الاقتصادية على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تطمع إلى أن تكون يعني كلها نصيب كبير جدا من طرح أرامكو الخارجي. الآن سوف يكون هنالك مفاوضات قوية جدا ما بين البريطانيين والجانب السعودي، وفي الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية أيضا سوف يكون هنالك تفاوضات عالية جدا. كلها تصب في مصلحتنا إحنا كسعوديين في المفاوضات القادمة بإذن الله عز وجل. للأسف انتهى وقتي قبل أن أستمع لوجهة نظر ضيفي من القاهرة، الأستاذ العزب الطيب الطاهر، الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. أشكرك أستاذ العزب، ونلتقيك إن شاء الله في حلقات قادمة وحديث عن هذه الزيارة والجولة المرتقبة لسمو ولي العهد. شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا لضيفي هنا في الأستوديو الدكتور عبد الله الأساف، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. شكرا جزيلا. وشكرا أيضا للأستاذ إبراهيم الهندي، الخبير والمحلل الاقتصادي. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة مع الحدث، في أمان الله.